قال إعلاميون إن الإعلام الكويتي بقطاعه العام والخاص يمتلك طاقات شبابية مبدعة، مثمنين ما تقوم به وزارة الإعلام من جهود بغية الارتقاء بالمستوى المهني والتقني. جاء ذلك خلال حوار مفتوح أقامه نادي رقي، أحد أنشطة الملتقى الإعلامي العربي، مع مجموعة من الإعلاميين الشباب تحت عنوان رؤية لصناعة مستقبل الإعلام، ماذا يريد الشباب؟ أداره الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس. طبعا استمتعنا اليوم بعقد هذه الجلسة الحوارية النقاشية في نادي رقي لدعم الثقافة والإعلام والملتقى الإعلام العربي، باستضافة مجموعة من الإعلاميات والإعلاميين حول قضايا الإعلام في الكويت، حول واقع ومستقبل الإعلام الكويتي، حول ما يتمناه ويراه الإعلاميين من أدوات ووسائل تطوير الإعلام الكويتي، حول العوائق التي تواجه الإعلاميين في الكويت. صراحة حوارات وأحاديث وقضايا طرحت كانت كلها محل تقدير، وكانت كلها لها يعني جانب إيجابي ممتع. استمتعنا بكل الآراء التي طرحت، استمتعنا بكل الأفكار، استمتعنا بكل الهموم التي يحملها الإعلاميين ويتمنون أن تزال عن طريقهم كإعلاميين، كي يستطيعون ممارسة دورهم الإعلامي بشكل أكبر. وأنا أعتقد الإعلام الكويتي يستحق فعلا أن يكون هناك جلسات حوارية ونقاشية، وأن يكون هناك الكثير من المواضيع التي تطرح في سبيل تطوير الإعلام بشكل أفضل، كي يتبوأ ويحتل المكانة التي يستحقها. استمتعنا اليوم بهذه الجلسة الحوارية في مقر الملتقى الإعلامي العربي. دائما ما نستمتع في مثل هذه الجلسات. اليوم وجود كوكبة من الإعلاميين، كان الحديث عن الإعلام والشباب وماذا يريد اليوم الشباب من الإعلام، يمكن لأن الخبرات المتواجدة كانت كثيرة، يعني تبحرنا في مجال الإعلام، هموم الإعلام. اليوم في مشاهير في وسائل التواصل الاجتماعي، هل هم اليوم إعلاميين ولا لا؟ الحديث عن الإعلام دائما ما يكون حديث ذو شجون. بالنسبة حق الكلمة اللي أنا ألقيتها، أنا حبيت يعني أركز اليوم أن اليوم لازم يكون في شباب من هذه الوسائل، المشاهير الموجودين في وسائل التواصل الاجتماعي واللي شافوا نفسهم اليوم فجأة متواجدين في المسرحيات الكويتية، في المسلسلات اللي موجودة، في البرامج المختلفة في وزارة الإعلام وغيرها من القنوات الخاصة. ماذا يريدون هم من الإعلام؟ هل الشهرة هي السبب الوحيد لليوم يخلون أي واحد منهم يظهر في الإعلام، أم هناك أسباب ثانية نتعرف عليها؟ هذه كانت يعني هي فحوى الجلسة الحوارية، اللي أتمنى يا رب أنها تكون أكثر وأكثر ويستفيد منها كل إعلامي.